الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله الذي طاب حيا وميتا وعلى آله وصحابته من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. بعد السلام عليكم وإبلاغ هذه الرسالة التي حملنا إياها الخليفة الشيخ محمد الماحي كما تقدم الشيخ محمد الحافظ من الصحفي الذي جاء من مدينة الشيخ التي تعرفونها وتعرفكم وتحبونها وتحبكم للتعزية في غياب الشمس من شموس الدعوة الإسلامية هذا الرجل العظيم الذي له امتيازات كثيرة تحتاج إليها الأمة الإسلامية قبل احتياج موريتانيا إليها وقبل احتياجنا نحن إليها. الشيخ محمد مختار العالم كله يعرفه وكل من يحب الخير يأخذ منه ما يريد من هذا الخير. موسوعة علمية له أثر كبير في الدعوة الإسلامية، جمع بين الحداثة والأصالة، جمعا لا يؤذي أحدهم الآخر إنما يستفيد كل طرف من الآخر. معروف بخدمته للعربية، خدمته للتاريخ، خدمته للسيرة النبوية، خدمته للقرآن تفسيرا وتعليما تدقيقا، ترجمة القرآن إلى اللغة الفرنسية ترجمة متقنة يشهد لها من يعرف اللغتين ويعرف هذا العلم. حقيقة غيابه شيء عظيم للأمة الإسلامية جميعا ولموريتانيا ولهذا البيت، بيت الشيخ إبراهيم خاصة، لأن هذا البيت لها علاقة دينية، علاقة هذه الطريقة التي تجمع الأمة جميعا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد الذي هو والده لا يغيب عن أحد من تلامذة الشيخ، هناك دعاء للشيخ يقرأه جل المريدين دائرة المطالب، ويتوسل الشيخ ويطلب من الله تبارك وتعالى مقامات الرجال الطريقة التي جمعها رضي الله عنهم، منها محبة سيد محمد فال. وقفت على رسالة كتب لسيد علي الشيخ، قال له سيد علي أعينك ببعض تاريخ لرجال السند، بدأ من الشيخ التجاني رضي الله عنه في هذه الرسالة، أتى بمحمد فال بن بابا والد محمد مختار، والد عبد الله هذا اللي جئنا بتعزيته وتعزية إخوته، ركن عظيم انهدم لكنه كان أسس أركانا قوية، غيابه إن شاء الله لن يؤثر سلبا بالدعوة لأنه ترك رجال، ونحن هنا إذا سيد منا خلا قام سيد قول لما قال الرجال فعولوا. حقيقة لا نملك كلمة للتعبير عما يجيش في قلوبنا من حزن مفارقة هذا الرجل العظيم، لأنه حقيقة غياب شمس من شموس الدعوية المعروفة في العالم كلها ومعروفة في هذه المنطقة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. تبارك الله ما شاء الله محمد مختار ترك كل ذلك، هذا جامع شنقيط
محتاج يتوج هذه الأعمال، وهذا مما ظهر. هناك كثير مما لم يظهر، يكون أقوى من ذلك في أولاده وفي أحفاده وفي محيطه. ونحن نستأنس بعد غيابه ببقاء العالم العلامة عبد الله الباب عبد الله، نرجو الله تبارك وتعالى أن يقيه، إن شاء الله يقويه ذخرا للإسلام وللمسلمين ولطريقة التجانية، بما أنكم أنتم تمثلونه وتمثلون الأسرة وأنتم أقرب. هنا نقدم إليكم رسالة الخليفة، تقدمونها له، تقدمونها للأمة. ونتأسف لأننا تأخرنا عن الوصول، وجعلكم ذلك تمددون وقت التعزية خلافا للعادة، وهذا لغلاء أسرة الشيخ إبراهيم عندكم. ولكننا نحن ما كان ينبغي أن تكون بيننا هذه البروتوكولات، لأننا نعتبر أنفسنا أقرب هذه الوفود إليكم. والشيخ أحمد المختار نحن ممن يعزون فيه، وقد وجدنا حتى بعض الرسالات من يرسلوننا بالواتساب ومن يتصل بنا يعزي فيه. نحن معكم في هذا، نرجو الله تبارك وتعالى أن ينزل لنا ولكم المثوبة والأجر، ويلهمنا ويلهمكم الصبر والسلوان، ويكن لنا خيرا مما فقدنا، ويجعلكم ويجعلنا جميعا خير خلف لخير سلف. ما ذلك على الله بعزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة خليفة الشيخ محمد.